السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، وكل عام وأنتم جميعا بكل خير. وحلقة جديدة من همسات زوجية، وهمسة جديدة في أذن كل زوج وزوجة بيسمعونا حول العالم وفي الوطن العربي وفي مصرنا الحبيب، والعناد بين الأزواج ومدى تأثيره السلبي على حياة الأسر والأولاد. ويسعدنا ان يطوف بينا النهارده مع العناد بين الازواج المدرب والمحاضر الاستاذ المعتز بالله جمال المجريسي، عضو رابطه المدربين العرب والاستشاري الاسري. نتعرف معاه على الاسباب وطرق العلاج. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا دكتور طارق، ازي حضرتك؟ الله يحفظك. وكم افسد العناد اسر، وكم ادى بنا الى طرق يعني مسدوده وانهارت بسبب بعض المشكلات البسيطة أسر بأكملها. والله طبعا بعد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مشاكل كتير جدا في البيوت نلاحظها من اللي بترد علينا، وشكوات حتى القضايا في المحاكم. يصل الأمر إلى 70% من أسباب الطلاق في المحاكم عناد، ويبقى على سبب تافه جدا. علشان كده محاكم الأسرة بتاخد مدى طويل في إن إيه ربما الصلح، إن يريد إصلاح، نعم. إن يريد إصلاح، إن يريد إصلاحا، إلى أن ينتهي الأمر، ويبقى سبب تافه جدا بسيط جدا، إلا إنه هذا السبب الشرارة الصغيرة كانت أثرا أو ثمرة لهذا الفج الكبير الذي هدم البيت. العناد له أسباب طبعا، يعني ما فيش في حد بطبعه يعني عنادي، هو جيناته الوراثية، هو عنادي بطبعه، وفي حاجات مكتسبة، نعم، وفي حاجات وراثية في الأصل يعني، نعم. من أسباب العناد، خلينا قبل ما نقول الأسباب نقول إن العناد نوعين. 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 النوع الأول إيجابي، مثلا واحدة تزوجت وهي معها دبلوم أو معها بكالوريوس، فهي مصرة إيجابيا بتعند مع نفسها، حتى وإن كنت تزوجت تحملت مسؤولية وبيت وأولاد، لكن بإذن الله هاخد الماجستير، بإذن الله هاخد الدكتوراه، فتصر وما يكون معها ده العمل، تشتغل وتعمل وتراعي بيتها. فده عناد، بس عناد إيه؟ إيجابي. إيجابي، نعم. يبني لا يهدم، نعم. أما العناد السلبي ده فحدث ولا حرج، نعم. في ناس فعلا زي ما حضرتك قلت مولودة في بيئة عنيدة، نعم، فيرث وينشأ ويتربى. على سبيل المثال لو البنت صغيرة وهي صغيرة، اعملي كذا، أو الولد اعمل كذا، لا مش هعمل، يبدأ اعمل كذا، لا مش هعمل، فالأب والأم يضحكوا يتبسطوا مبسوطين قوي إنه الولد إيه، شفت الولد أو أحد يعاني، أو أحد الطرفين يقول يا ستي سيبيه بقى، خلاص بقى ضغط عليه، خليه براحته بمزاجه، أو الولد أو البنت نفسهم هم صغيرين، أنا عايز انا عايز، طب هنجيب، لا دلوقتي، لا هنجيب، لا دلوقتي، انا عايز يا ست هاتي له بقى. فاصبح الولد او البنت هم صغيرين فاهم انه هو ده خلاص، ده الاسلوب الامثل في تحقيق مطالبه، نعم، هو ده الاسلوب اللي ينفع معاهم ان انا احقق فيه مطالبي، فينشا على هذا، نعم. وفي صوره اخرى أسوأ من هذا، ان البنت تنشا في بيئه امها ست قائده متحكمه متسلطه، الرجل في هذا البيت ليس إلا جيب. لا طيب، بس احنا قبل ما نروح للنموذج الآخر من المرأة المتسلطة وهي بتورث العناد، يعني هي أصلا بتعاند والأولاد يطلعوا في بيئة شايفين فيها الأم مسلطة وبتورث، نعم، العناد، لا قبل ما نروح ونشرحها لأن ده موضوع خطير، أنا عايز أرجع للنموذج الأول وهو التنشئة، نعم، نموذج التنشئة وتلبية رغبات الـ 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 الأولاد. احنا دلوقتي بنتكلم في انه في النشأة، واللي بتخرج بعد كده تبقى زوجه، بالظبط، يعني احنا هنروح لهم دلوقتي في بيبقى بيتهم، زوج او الولد بيبقى زوج، بيبقى زوج، بيبقى زوج. فالتنشئه احنا ماشيين مع الزوج والزوجه من قبل، من ساعه ما اتولدوا هم، بالظبط، او ما سبب في انه يبقى في موروث من العند، بالظبط، نعم. بتكبر البنت انها عايزه من زوجها بقى، تزوجت بقى ودخلت بيت بقى وبيت مسؤوله، لا، نعم، مش مسؤوله، انا عايزه دلوقتي. طب انت عارفه ظروفي، انا امكانياتي ما تسمحش، لا دلوقتي احنا يجي علينا الشتاء، العيال ما تكسوش، لو العيال ما تكسوش كده مش هيروحوا المدارس، مش هيخرجوا، طب انا ما انت عارفه ظروف، لا لا ماليش دعوه، انا دلوقتي عايز علبه المكياج بتاعتي عشان علبه المكياج بتاعتي خلصت مثلا، طب ما انت عارفه ظروفي، كماليات تافهه،
معلش طب متحمل ممكن اخر الشهر الجاي. ده لا ده لا لا ما ينفعش. ده من اثر التنشئة. من اصل انه هي كانت بقى وهي صغيره كان حاضر هات 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 حاضر 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 تلبيه الاحتياجات. بالظبط. نيجي للنموذج الثاني اللي حضرتك ذكرته دلوقتي وهو موضوع المراه المتسلطه القويه الشخصيه. نعم بس عشان نبقى منصفين في رجل متسلط برضه عشان الازواج ما يفتكروش ان الموضوع يعني ايه. التسلط بقى من الرجل او من المراه بيورث الهنات. نعم وخلاص اتوجد العناد في البيت. نعم عشان هنروح لاثاره دلوقتي بس احنا بنقول من الاسباب التنشئه والتسلط تمام كان من الرجل او من المراه. سواء الرجل في البيت كان سي السيد. نعم ابوه كان سي السيد. كان ابوه اللي هو اللي جنبه كوبايه الميه. تعالى هاتيني الميه. انا مش هشغل لما تيجي تلفيني كوبايه الميه. انت ما عملتش الملوخيه ليه؟ تلفيني دي انت ما عملتش تديني الصعيده تعطيني صعيده نعم ما تديني هذه الكاسه، ما عملتيش لي الاكله الفلانيه، انا مش قلت تعملي مش عارف ايه، نعم. السيد بقى حاضر وهي الست تجري كده وتجري كده وتعمل ده وتعمل ده وقبل ما يجي. نعم. كوارث. فهو الولد نشا على هذه النشاه، نعم. اصبح زوج عايز يدخل بقى البيت من قبل ما يلاقي بقى الست اللي بتخلع يتخلعوا الجزمه وتعمل له مش عارف ايه، السيد بقى هاتي لي جيبي لي سوي لي ملقاش اعملي لي الكلام ده. ملقاش الكلام ده، يعني ايه؟ انت بتكسري كلامي؟ انا هنا الامر الناهي، انا هنا اللي مش عارف ايه، فسد البيت. نعم. لان هي كل واحد له طاقه. بسبب التسلط. والعكس صحيح. وده العكس حاليا بالاسف الاكثر. كل واحد له طاقه دي هنقف معاها شويه. تمام. بس تاني نقول من الاسباب، احنا قلنا التنشئه وقلنا مع حضرتك التسلط. التسلط نعم. من الاسباب تاني؟ من الاسباب اخرى كمان المقارنه. نعم. الزوجه والزوج. لو هنفترض هو الاصل مقارنه المقارنه السلبيه السلبيه السلبيه, السلبية. نعم. الاصل ان في النسبه الغالبه ان العناد بيبدا من الزوج. في من الاصل. الزوج الرجل. نعم. ويكون العناد من الزوجه رد فعل. نعم. بس شديد جدا اشد بكتير هو يعني حاجه يعني نعم. عند في حاجة بسيطة يعني. لكن المشكلة بقى العند من الست شديد جدا، ليه؟ الست بطبيعتها عاطفية. نعم. فحالة العند نفسها حالة من التأثير عاطفي. نعم. تحب قوي أو خلاص كرهها قوي. دي عاطفة. فعلشان هي الغريزة عندها والعاطفة أعلى بكثير جدا من الرجل. فتلاقي عندها العند أعلى وأشد بكثير جدا. نعم. مش غير مسيطر عليه. فتقول له إيه؟ أنت شفت اخويا لما رحنا اتعزمنا عندهم بيعمل زوجته ازاي؟ شوف بيعمل ايه مع مراته؟ نفسه يجيب لها القمر، نفسه مش عارف ايه، فتبدا تقارن باخوها، ابن عمها، جارهم، انت شفت جارنا ما تسمعلوش صوت، مش عارف ايه، شفت جارنا كل يوم داخل بشنط، داخل خارج بشنط، كل يوم جايب لعياله مش عارف ايه، كاس عيال، مزور عيال، عمل عيال، شقته قد ايه، عامله فيها ايه، منوره. كل المقارنات دي خلاص بقى هو كان نفسه خلاص هيعمل، هياخد خطوه في الطلبات اللي هو محتاجها الضرورية في بيته، لا ممكن ما يعملش عشان كده. ودي من الأسباب الكوارث برضه عند الأزواج عند الرجال. مقارنات. إن هو بيقارن فيقول لها إيه؟ شفتي لما تعزمنا عند صاحبي، شفت زوجته كانت بتعمل تعامله إزاي؟ شفت زوجته كانت تحت رجليه إزاي؟ شفت لما كان تعبان كان بتعمل إيه؟ شفته مش عارف إيه؟ الست مش عاوزة تقوم من تحت رجليه، فتبدأ الغيرة الشديدة أثر العاطفة اللي عند المرأة وبالتالي يحصل عندها العند الشديد اللي يصل لهدم البيت. نعم نعم المقارنات السلبية. المقارنات السلبية من أسباب نعم. العناد. نعم نعم عندنا تاني من الأسباب كثر يعني كثر نعم. العنف الأسري. نعم. الضرب ساعة ما اتجوز اذبح لها القطة أو اذبحي له الأمثلة السيئة نعم. أو اذبحي له القطة فمن أول يوم يعني أنت شو اسمعي كلامي الضرب ايه الودرح مش عارف ايه فده يورث ايه ورث ايه كل نعم. واحد ليه طاقه نعم. فيورث عند العند الكارثه بقى في العنف الاسري ان هذا العند ربما يمتد للابناء في لان الصوره موجوده بقى عنف غالباً. اسري بقى غالباً. اسري يبقى كله بقى هيشوف المشهد نعم غالبا يعني فهو مرض معدي فممكن ربما يصل الى الابناء فيهدم الرجل بيت ابنه وهو طفل احنا الحقيقه يعني عندنا سؤال اسره الاعداد مجهزه سؤال للساده المشاهدين ونتمنى يعني مشاركتكم معانا ومتابعتكم لينا على الارقام المبينه على الشاشه والسؤال بيقول كيف تتعامل مع عناد الزوجه الى كل الاخوه اللي بيسمعونا الازواج في برنامج همسات زوجيه كيف تتعامل مع عناد الزوجه نتمنى مشاركتكم معانا والتواصل معانا على الارقام المبينه على الشاشه استاذ المعتز المقارنة السلبية والعنف الأسري نعم العنف الأسري
احنا كنا خدنا المصطلح دوت من فترة كده، العنف ضد المرأة. نعم. انت شايف برضو ان العنف ضد المرأة بيورث العند؟ طبعا طبعا، هو في الأصل يأتي هذا العنف نتيجة الفهم الخاطئ لنفسيات الآخرين. نعم. يعني هو الزوج مش قادر يفهم أصل طبيعة زوجته، أصل وجود المرأة أنها عاطفية أكثر من كونها تحقيقية. نعم. يعني إيه؟ عندها العاطفة غالبة. نعم. فعلى سبيل المثال، لو هي عندها مشكلة عاوزة تحكيها، مجرد ما تبدأ تعرض مشكلتها، الراجل ما شاء الله عليه مخه إيه ونور وخبرة و و وكذا، فيروح إيه لقطها. أو بس عارف الحل كذا، دي كارثة. يحصل عندها إيه هي؟ نعم. كلاش على طول، صدمة. ليه؟ أنا عايزك تسمعني. القصة عند الزوجة إنها نعم عايزة حد يسمعها، طيب مش يعرض الحل. تيجي واحنا بنسمع الزوجة او بنهمس في اذن كل زوج وزوجة ونقول له اسمع زوجتك، نشاهد مع بعض تقرير طيب عملته أسرة الإعداد، ماشي، نتابعه ونحلله ونرجع مع حضرتك تاني. اتفضل. تقرير ونرجع لكم تاني. عن العناد الزوجي، ازاي تتعامل مع عناد زوجتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو اول شيء بالنسبه لموضوع العناد، هو لازم نعرف اسبابه، بمعنى اصح هل السبب هو الزوج، هل الزوجه، هل هما الاثنين مش قادرين يتفاهموا، مش قادرين يتواصلوا مع بعض، وبالتالي بيبدا الحل من هنا. الحل بقى بناء على السبب الرئيسي، فاذا كان السبب مثلا عن نقص معرفه او خبره من الزوجه، فيجب النصح اولا واخيرا كمان. تمام. مش المفروض الموضوع ما يتعداش حدود النصح في المرحله الاولى على الاقل، الى ان في الاخر اذا ما كانش فيه فايده، تمام، فيجب انك توصل بقى لاكبر منها، يعني مين الكبير عندها، والدها، والدتها، كذا بتاع، والامور دي كلها بتتحل بالتبعيه بعد كده. طب ايه موقفك لما تلاقي عنادها على صواب؟ والله هو الصح ان الواحد اذا كان عناده على صواب ان هو يرجع عن اللي هو بيفكر فيه، بمعنى اصح، واذا كان حتى واجب الاعتذار فلازم يتعمل. والله بتأنى بشوف الموضوع طبعا لو هو صح. يعني انا دايما لو هي معندني في اي حاجه فانا بسيبها واخرج بقى، لما ارجع بيكون الموضوع هدي شويه ونتناقش انا وهي. يعني موقفك بقى لما تلاقي انه عنادها على صواب، تعمل ايه بعد ما تتناقش بقى وتلاقي عنادها كان على صواب، فانت بتعمل ايه في الحاله دي؟ يعني ممكن عشان خاطر امور تمشي برضه، فبضطر ان انا يعني اوافقها، ولو هو فعلا بجد بجد تاني يوم بجيب اللي هي فعلا اللي هي كانت عايزاها. ازاي بتتعامل مع عناد الزوجه؟ والله العناد ده لازم يجي ما يجيش معاه العناد، يعني العند يورث العند زي ما بيقول. العناد لازم يبقى ليه حل بهدوء، وما ينفعش الحل في وقت حدوث المشكلة نفسها، لازم بعدها بفترة الواحد يبدأ يتكلم ويحل المشكلة. طب ايه موقفك لما تلاقي انه عنادها كان على صواب؟ الواحد لما يحس انه غلطان يعتذر. الاعتذار مش عيب، ده لما يلاقي انه فعلا هو كان على غلط وهي على صواب، فمفيش مشكلة في الاعتذار. والله انا ما يعني انا الحمد لله رب العالمين، انا زوجتي مش معنده معايا خالص، بس هي لو عندت معايا في حاجه باخدها بالراحه، باخدها بالسياسه، يعني اخدها بالسياسه علشان الموضوع يعدي. ما يعني ما بعملش معاها مشكله عشان اكبر الموضوع وبتاع، لكن انا باخدها بالسياسه لحد الموضوع ما يعدي بس. وايه موقفك بقى لما تلاقي عنادها كان على صواب؟ لو عنادها على صواب بمشي معاها. لو عنادها على صواب، الرسول عليه الصلاه والسلام وصى بالزوجه، طبعا هي لو هي بتعاندني على حاجه هي صواب عليها فبمشي مع الراي بتاعها. ازاي بتتعامل مع عناد الزوجه؟ طبعا بكل حسنى، وزي بالشيعه طبعا، بكل حسنى وبكل ادب بس. ايه موقفك لما تلاقي انه عنادها كان على حق؟ طب ما تقطوم على حق تبقى كويس طبعا. والله هي العلاقة دائما يعني ما بين الزوج والزوجة لازم يبقى فيها نوع من التراحم والتواصل، فعامة يعني عناد الزوجة بحاول يعني بالمناقشة والحوار معاها لو كان في مشكلة معينة أو أي حاجة، وبالمناقشة الطيبة وبالمنطق بنقدر نوصل مثلا إيه لأقرب حل يرضي الطرفين أنا وهي يعني. طب إيه موقفك بقى لما تلاقي إنه عنادها كان على حق؟
طبعا لا اله الا الله. يعني ان الرسول سيدنا الرسول بيقول ان لعنة الله على قوم ضاع الحق بينهم، طبعا بستجيب لطلبها ورايها وبايده باكده طبعا. اهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم مره تانية وهمسات اسريه، همسات زوجيه، والعناد يفسد البيوت. المعتز بالله جمال المجريسي، عضو رابطه المدربين العرب والمرشد الاسري، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. زي ما شفت حضرتك في التقرير الاكثر من رائع، والحقيقه كان الشريحه او العينه اللي كانت موجوده الحقيقه كلها متعقله جدا، وناس كلام يعني ولا أروع يعني. نعم. وأحد الأفاضل بيقول أنا يعني طالما هي على صح أعتذر. والله هو ده من أعظم الحلول. نعم. من أعظم الحلول، هنتطرق ليها إن شاء الله في نهاية حلقة بنتكلم عن الحلول بإذن. نعم. الله. لكن هو من ضمن الأسباب الخطيرة جدا 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 نقيض الحل اللي قاله الأخ في التقرير. اللي هو إيه، أنا دايما شايف أن أنا على حق. وأمحو رأي الآخر. نعم. دي مشكلة في البيوت، رأيي ورأيي فقط، رأيي بس فيش حد تاني، ورأيي على صواب. ممكن الرجل، ودي طبيعة في الرجل للأسف من طبيعة نفسيته، أنه لا يقبل الأمر حتى وإن كان على شكل نصيحة من الزوجة. ودي برضو سوء فهم من الزوجة. تقدمي نصيحة، تقدميها في حدود في وسط الكلام معها كده، أو بشكل نصيحة، بشكل يعني نصيحة، لكن مش شكل ما تعمل لطفا ليس امرا يعني، ما تجيب. نعم. ما تودي. ما انا قلت لك التقريع ده يؤدي الى العناد. نعم. عند الزوج فيه مشكله ان هو فاهم ان هي ناقصه بقى عقل ودين ومش عارف ايه، وانا هاخد راي مين دي، اخد برايي دي، هي دي تعرف حاجه، هي مش عارف ايه، فكن هو مهملها دوما بيحصل العناد عندها. هو انت وانت قلت لي سالتني استشرتني. بعض الزوجات شخصياتها قويه وليها اسلوب في الحوار، في شيء من الحده، شيء من العنف يعني. نعم. وفي عندها نوع من انواع فرض الراي يعني. نعم. تاخد فتره او بتاخد جهد على ما تقنعها، او لو هو الزوج لا يملك القدره على التاثير والاقناع بتبقى الامور دايما يعني متوتره بينهم يعني. طبعا الست بطبيعتها، بالطبيعه العاديه الا لو حصل غير ده في التنشئه، بطبيعتها ضعيفه، فغالبا بتتخذ. اسمح لي يا استاذ معتز ناخد اتصال معانا ونراجع مع حضرتك تاني. اتفضل. استاذه شيماء، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضلي. انا عندي يعني مشكله. ايوه. انا بص عناديه بشكل رهيب مع نفسي، وانا مخطوبه، انا عندي 19 سنه ومخطوبه، خطيبي ده ابن خالي. عندي عناد مع امي، مع صحابي، مع اخواتي، مع الدنيا كلها. عندي عند بإصرار في دماغي حاجة لازم بعملها، عندي ممكن أموت بس أعمل حاجة اللي في دماغي، وحاولت كتير إن أنا أعالج المشكلة دي بس مش عارف، وخطيبي يستحملني كتير، وحاول اللي هو من نوع إن هو الحنين وبيحب الواحدة تكون يعني تكون طيبة وكده، وأنا يعني حاولت كتير وعارف إن أنا عنادية وبيحاول يساعدني بس مش عارفة أتخلص من العند ده. يعني حضرتك تلخيصا للكلام ان حضرتك العند عندك وصل لمرحله الادمان، يعني انت مدمنه. عند يعني بتعندي مع اسرتك، مامتك واخواتك ووالدك، وحتى كمان وصل العند معك مع خطيبك. بس انت يعني بس انت الموضوع ده مأثر فيك، وانت محتاجه نصيحه عشان ازاي تبطلي عند. اوكي. لا انا بستاذنك يا استاذ شيماء انت تسمعينا، لانه يعني الموضوع كده خطير ولن تستقيم الحياه معاه. اسمعينا والاستاذ معتز معانا هيجاوب لحضرتك على الموضوع في سياق الحلول دلوقتي، وارجو ان حضرتك تاخدي كل الكلام اللي بنقوله بمحمل الجد، لانه حضرتك الموضوع عندك خطير جدا ولن تستقيم الحياه، الدنيا هتبقى كلها مشكلات. فاحنا بننصح ان شاء الله استاذ شيماء تابعينا في بعض الكلام الطيب، ونتمنى ان حضرتك تسجلي معانا بالقلم وبالورقه، يمكن ان شاء الله يكون في كلام طيب تستفيدي منه ان شاء الله. استاذ المعتز مشكله يعني، انا بشكر الاستاذ شيماء على وضوحها طبعا وعلى صراحتها. طبعا انها كونها اظهرت العله اللي عندها. نعم. ده قليلا ما يحدث لو. نعم. كل واحد عنده عله اظهرها. نعم. هيحصل ان شاء الله العلاج نصف العلاج. طبعا في تشخيص طبعا. هي بالحقيقه
عارفة الموضوع المشكلة على حرصها طبعا. على حل المشكلة نعم. طبعا نعم. متوجه لها فعلا بالشكر على وضوحها وصراحتها طبعا. ان شاء الله تتابع معنا يعني. ان شاء الله احنا في سياق المشكلات ودي برضو مشكلة من ادمان العند نعم مشكلة يعني بشكرها اضافت لنا اضافة انه حد بيستمتع بس بالعند. ده لو حضرتك لاحظت هتلاقي برضو اثر التنشئة كما اخبرنا من التنشئة انه من هي صغيرة بقى هي بتقول ان دماغها ناشفه جدا وعنيده جدا و كان ومكون ده مع ابويا وامي وهكذا نعم. لم وهي صغيره كان بيلبوا لها طلباتها نعم. فاصبحت نشات على هذه النشاه او عنف وارد انه يكون عنف اسري برضه تلبيه الرغبات فقط ولكن العنف وارد بيخلي الاطفال في بعض الاحيان نعم. بسبب الاصرار انه صح. خلاص يعني نعم ولد عارف ان انت اخره كتضربه نعم فخلاص بقى حسن الطلب نعم. جاي في إطار الحلول إنه نعم. إذا أحسنت عرض النصيحة الزوجة أو الزوج إذا أحسن عرض النصيحة تقبل سوء الطلب يؤدي إلى العند نعم على سبيل المثال في موضوع سوء الطلب والحق الزوج صاحب حق نعم كما أن الزوجة صاحبة حقوق نعم لكن هي القضية في إيه في مين بيطلب إزاي حقه هضرب مثل لو أن الزوجة وده عام قلما لا يحدث العكس يعني ما بتحبش أم زوجها نعم والدته أو بعض من أهله نعم فما يجي يزوروه يقول لها افردي وشك اضحكي نعم انت ما عملتيش اللي ماما قالت لك عليه ليه انت مش عارفه اني مش عارف هم جايين هو ده حقه بس انا اقول لها ايه انا عارف معلش حبيبتي ماما بتقول لك كلام بيضايقك فمعلش عشان خاطري انا مش انت بتحبيني انا عشان خاطري انا معلش قبلي ماما كويس عشان خاطري انا اعملي كذا يعطيها السبب اللي يتحرك هو حقه اهو لكن هو بيطلبه بايه نعم حسن طلب نعم. مش تعسف ما انا قلت لك اعملي قلت لك جهزي الاكل الساعه كذا عشان عندي كذا انا مش قلت لك هاتي كذا مش قلت لك البسي عشان هننزل الساعه كذا ده حقوق بس بيطلبها ايه واحد تاني يقول ايه خير ايه اللي اخرك ان شاء الله يكون خير بتقول الله اصل الولد ما لبسش بسرعه او اصل الولد احنا نازلين خلاص قال لي عايز ادخل اعمل مش عارف ايه فعمل اتاخرنا طب الحمد لله مش خير الحمد لله سوء الطلب يؤدي الى العند انا اخشى بس ان الوقت ما يساعدناش نعم. الاثار نعم. بسرعه عشان ناخد يعني بعض الحلول نعم. من اثار العند هدم البيوت نعم محو التقدير والحب نعم. خلاص بقى العند مفيش حب نعم. خلاص راح الحب محو الذكريات الجميله نعم محو التقدير خلاص ما فيش واحد بينا بيقدر الثاني الرصيد اللي كان مخزن بينتهي انتهى ما فيش تقدير بينا ما فيش حد يحترم الثاني نعم تدمير الاسره المستقبليه بتاعت الاولاد اثر في شخصيات الاولاد عشان كده من المصايب الكبرى انك تعرض عنادك ده او حاله العناد امام ابنائك نعم كارثه ده مرض معدي هينتقل على طول هينتقل العناد مرض مرض معدي ينتقل الى الاولاد على طول يخرب بيوت المستقبليه بتاعتهم نعم. بل هو اكون سبب بعد كده وركن كبير في هدم هذا البيت نفسه هيعند مع نفس الولد مع نفس الاب مع نفس الام لانه شايف بقى دي الصوره الناجحه فرض الراي العناد من الاب او الام فرض الراي على الاولاد لو الولد جه عليه الوقت انه تملك امره خلاص يبدا يمارس نفس خلاص المدرسه نفس المدرسه بتاعه ابوه يعني. نعم خلاص. لو كان الاب هو المتسلط هيبدا هو يمارس نفس مدرسه التسلط على والدته نعم هو لم يتعلم الا سوى هذه المدرسة. خلاص هو شاف الصوره دي بيطبقها والعكس صحيح لو البنت شايفه ان والدتها هي اللي قائمه على الامر الجبروت وهي القياده في البيت وهي اللي بتحكم وهي اللي بتدي وهي اللي بكذا خلاص يبقى هي هتتبع نفس الاسلوب مع مين مع ابوها لو قالها انت رايحه فين ايه رايحه فين يعني براحتي نازله ايه الاخرك يا بنتي من الدرس بدا هو بيسال بيطمئن بس لكن عشان شافه امها متسلطه من الاول مجرد ما يسالها انت اخرك ايه الاخرك يا بنتي من الدرس تقول له يعني ايه اتاخرت ايه كنت مع زمايلي كنت بره الاسلوب الرد العنيف ده عنيف وفي عند عنيف في عند طب ما تنزليش تاني متاخر لا هنزل كنت حضرتك ذكرت بعض الامثله النبويه للتصدي لهذه المشكله يعني لو هنروح بقى احنا قلنا من الاثار هدم الاسره نعم وانفراط حبل الاولاد نعم وتدريس نماذج سيئه وسلبيه لاولادنا بيتعاملوا بيها في المستقبل مع اسرهم نعم. ومع عائلاتهم اللي ان شاء الله ينشئوها التعامل مع الجيران والاصدقاء يعني الاولاد النموذج دوت بيطبق معاهم خلاص طبعا خلاص لمدرسه ثانيه انت بتنقلها بقى وانا بيصيبني جزء كبير من الموضوع ده لان الولد بيبدا يطبق يجرب. اللي تعلمه عليه طبعا ده اكيد وعند ما عند
خلاص النار بالضبط كده احرقت كل الهشيم، كل حطام البيت. العلاج؟ نعم العلاج والله إدارة وارد زي ما احنا بدأنا كلامنا ان تكون الست نفسها الزوجة طبيعية عنيدة بطبيعتها، نعم، او بتنشئتها او بتربيتها، نعم، او ظروف بس هي خلاص هي مش هتغير. نعم اعمل ايه؟ كل واحد يتجوز واحدة عنيدة روح طلقها؟ لا لا مش هتبقى في بيوت. نعم لا اعرف اتعايش مع المشكلة، اعالج المشكلة. ولنا طبعا في النبي صلى الله عليه وسلم خير قدوة خير أسوة. نعم السيدة عائشة رضي الله عنها، نعم، اتفقت هي والسيدة حفصة رضي الله عنها، رضي الله عنهم، نعم، هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اتفقوا هم الاثنين على إيه؟ لو النبي جه عندك عليه الصلاة والسلام أو جه عندي وكن آكل من العسل بتاع زينب الزوجة الثالثة، زينب بنت جحش زوج النبي، نعم، صلى الله عليه وسلم أيضا، صلى الله عليه وسلم، نعم، رضي الله عنها، نتأفف منه، يعني نظهر إن إحنا إيه؟ ان متأفين منك ريحتك وحشه. فبمجرد ان تقول هي الراويه السيده عائشه، نعم، شوف جمال الازواج. نعم. فمجرد ان دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت السيده عائشه تأففت. نعم. ايه ده؟ اكلت مغافير؟ مغافير، مغافير ده سمق ريحته وحشه قوي. نعم. حد بياكل سمق ريحته؟ نعم. وكان النبي من الازواج، ودي نصيحه للازواج، يا ازواج، نعم، نبيكم كان حريص على أن يكون طيبا في كل شيء. نعم صلى الله عليه وسلم. فكان لا يظهر له رائحة، لا يقبل أن يظهر له رائحة كريهة لا على جسده ولا على شكله ولا، نعم، ولا أي شيء، نعم، ولا لبسه ولا. فمجرد أففت زوجته، نعم، إيه ريحة المغفرة؟ قال لا والله أكلت عسلا عند، نعم، زينب. قالت عسلا؟ ربما جرست نحله وشجر العرفض، نعم، يمكن النحل ده، نعم، بتاع اللي هو طلع منه العسل، نعم، يمكن النحل ده كان راعى على شجر ريحته وحشه برضه هي مصره على ايه؟ تاثر ان ريحتك وحشه، حتى وان كان عسل، مع انه عسل نحل، نعم، العسل النحل لا يفسد لا ليه ريحه ولا بتاع ولا، نعم، اي شيء، نعم، الا ان هو خلاص كل الاسباب النبي صلى الله عليه وسلم ابداها، لا ده عسل، لكن اعمل ايه مع زوجتي؟ اعند؟ هي تعني هي مصره على هذا النبي، مصر، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يدير زوج، نعم، الزوج من اراد ان يكون له قدوه في الزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال له، قال لها إني حرمت العسل على نفسي، خلاص لن أعود لأكل هذا العسل لكي يرضيها، مرة أخرى كي يرضيها، كي يرضيها الله. حتى ربنا في القرآن الزوجة. تبتغي مرضات أزواجك، يعاتبه ربنا في القرآن، تحرم ما أحل الله لك ابتغاء تبتغي مرضات أزواجك، صلى الله عليه وسلم. لكن شوف النبي يدير، نعم، صلى الله عليه وسلم، نعم، خلاص أنت شاف ريحة العسل، مش هروح له ثاني، مش هاكل. يعني احنا ناخد الشاهد منه إرضاء الزوجة، نعم، واجب، واجب، نعم، لكل زوج، نعم، نعم. من الوقت بيدهمنا معنا دقيقتين، دقيقتين بس، نعم، ما شاء الله الوقت عدى بسرعه، معنا دقيقه، دقيقه كمان، نعم، نعم. ارضاء الزوجه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم. سيدنا ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه يوصي زوجته، نعم، ان غضبت فرديني، نعم، رديني، نعم، ارضيني، وان غضبت ورديك، والا فلن نصطحب. الله، ان غضبت فرضيني، رضيني، يعني رضيني، وانت لو غضبتي انا هرضيك. خليني يعني اخد، كان نفسي الوقت يبقى معانا، ولكن اسمع لي، اسمح لي الوقت عدى مننا، هاخد ان غضبت فرضيني وان غضبتي فارضيكي والا فلن تكون هناك يعني مصاحبه. نعم. اخد الكلام الطيب دوت من الاستاذ المعتز بالله جمال المجريسي على النصائح الطيبة الجميلة، وارجو ان يكون مجموعة كبيرة من الازواج والزوجات سمعوا الهمسة الجميلة الطيبة دي، ونبطل عناد. أعزائي المشاهدين في كل مكان، والأزواج الزوجات والأزواج، ياريت نبطل عند تحياتي طارق درويش، ووعد بهمسة جديدة وهمسات زوجية، واسمحوا لنا بنقدم لكم هذه الأنشودة الطيبة، ونستودعكم الله، وعد باللقاء مرة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.